عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم هاد جليلبه. هاد جليلبه هادي راه من داك جليلبات اللي شاركت معكم في الفيديو السابق ديال المشروع اللي قلت لكم غادي نبدا. تنقول لكم شكرا بزاف على التعليقات الزوينه اللي خليتو ليا وعلى التشجيعات ديالكم. تنقول لكم الله يجازيكم بخير. وعلى داك الفيديو راني ما دايرالوش المونتاج، ما مونطيتوش، حطيته كما هو. كما كتعرفوا اول مره غنتكلم معكم على شي موضوع ولا على المشروع ولا شي حاجه خارج الفصاله والخياطه. ونتمنى انكم تقبلوا عليا كما انا، وانا كنحس بكم خواتاتي وعائلتي، نتمنى انتم تحسبوني كذلك. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم هاد الجليليبه. هذه اول جلابه غادي نفصل من داك الجليلبات اللي شاركت معكم، هي هذه، وقلت غادي نشاركها معكم ان شاء الله. نشارك معكم حتى الزواقه اللي غادي ندير فيها، سواء درتها بالطرز ولا بالتنبات. غادي نشارك معكم ان شاء الله الموديل اللي غادي ندير فيها، وغنديرها جلابه بلديه. كما كتعرفوا دابا الجلالب بلديين مطلوبين بزاف في هاد الاعوام الاخيره، وكيجيو في اللبسه ديالهم زوينه، خصوصا بالكريب كيجي نازل في جلابه بلديه، وكيجي شي حاجه زوينه وهمه. نبدا على بركه الله. غادي ندير في الكتيفات، غندير فيهم 30. كما كتعرفوا في الكتاف العاديين كنديروا 20 ولا 21 ولا 22، هذا غادي نزيد انا ندير 30 ان شاء الله. غادي نشارك معكم، نحاول ندير الطايات كاملين، ندير الطايه ديال اس و ال و اكس ال دبل اكس ال كاملين ان شاء الله. غادي نشاركهم معكم، والطايات الكبار حتى هما. الا طلبت مني شي اخت شي طايه اللي هي كبيره حتى هي غنديرها لها. انا غادي نهبط 23 الدوره، هذه كتسمى الدوره ديال الدراع. نهبط من هنايا 14 البط والحوض 14. هاد الطايه هذه غندير اكس ال، غنحط في الصدر ديالي غنحط 28 ونزيد سنتيم ديال الخياطه. هنا في البط غادي ندخل واحد السنتيم. هاد جلابه بلديه راه كتكون كتهبط نيشان، ما كنديروش هاد الدخله ديال البط، ولكن دابا هاد الفصاله الروميه كندخلو واحد شويه باش كتجي هي بلديه، وانما كتجي داخله من البطن شويه، ما كتجيش هابطه عرض واحد، كتجي في اللبسه زويونه. غادي ندخل واحد سنتيم على الصدر، الحوض عندي فيه 29، وغادي نزيد سنتيم ديال الخياطه. الدوره ديال الرقبه ندير فيها 8، نهبط هنا في الدوره ديال الخلفه نهبط 2 سنتيم، وندور هكا غير بيديا. غنجي نطيح الكتاف ديالي، غادي نصيب هاد النقطه هادي مع هاد النقطه هادي. غادي ندير هنايا هاد، هنايا درت 32 31، غادي نجي قبال حتى هنايا ندير 31. هذا كيتسمى العرض، هذا عرض الصدر هو هذا من هنا لهنا. من طبيعه الحال هنا الثوب، هذه هي الحاشيه ديال الثوب، كنطوي الثوب على 4. هذا الظهر راه مسدود، وهذا الخلف هنا راه محلول غادي يكون فيه الخياطه. ونجيب هذا البيستولي ونحطها في هذه النقطه هذه اللي هنايا، وغادي نهبطها مع هذه النقطه لهذه النقطه اللي في الحوض. كتجي على هذا الشكل، كتجي داخله شي شويه من جهه البطن هنايا، كتجينا شهر طانيشان هكا. كنجي هذه النقطه هذه عاود ونصلها مع هذه النقطه. هنا سالينا من الفوق، غادي نشد الطول ديالي الكلي،
هاش الطل ديالي الكلي من هنايا، من هاد البلاصه ديالي هنايا. هنا عندي 142، وغادي نزيد 8 سنتيم ديال العطفه دي في الجلابه، كنديروها كنخليو 8 سنتيم حتى 10 ديال السنتيم على حسب تجي قصيره ولا شي حاجه تبغي تزيدي فيها. انا خليت هنايا 9 ديال السنتيم ديال العطفه من تحت ولا ديال البارما. هاد الجليله بهادي بلديه راه كتكون بالفتيحات من الجناب، غندير في الايفازي ديالها من تحت غندير 26، كنزيدوش بزاف على الحوض. غنحيد هذا الخلف وغنخلي الامام. الدوره ديال العنق ديال الخلف غادي نهبط فيها 11. واجي لهاد الكتاف ديال الامام وغادي نقص منهم 2 سنتيم باش تجيني الجلابه في اللبسه تجيني مقلوبه للامام. صافي دابا هذا هو الدوره ديالي من الامام، هي هذه. وهنا نقصت 2 سنتيم. دابا غندوز نفصل القب والكمام. الطف هذا هو اللي شاطلي من التفصيله من الكوبو، هذا هو الطرف اللي شاط راه هنايا على جوج، هذه هي الحاشيه ديالو. طويت هكايا الكمام ديالي هنايا، غندير الكمام هنا في هذه البلاصه في الجهه اللي طويت. الدراع انا كنت درت فيه 22، غنحط 22 ديالي هنايا. نجي ندير خط هنايا، خط مستقيم. وغندير في الكمام ديالي غندير فيهم 60. كما كتعرفوا طيحت في الكتاف 10 سنتيم، زدت في الكتاف داك 10 سنتيم غنقصها من الكمام، هي غندير فيهم هنايا 50 50، ونزيد ثمن الخياطة ديالي غنزيد 3 سنتيم ديال الخياطة. راس الكم غندير فيه 16. كما كتعرفوا هاد الجلابة بلدية كتبغي تجي شي شوية عريضة من هنايا، كاين اللي كيدير حتى 17 ولا 18، انا غندير غير 16. غتمشي تحيد لي سنتيم ديال الخياطة وغتبقى لي فيهم 15. غنجي لهنايا وغادي نهبط 2 سنتيم. صافي هنايا غادي نسير هاد النقطة هادي اللي هبطت هنا 2 سنتيم لهنا القنت.
هذا هو الكمام ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا الكمام ديال الجلابه اللي راهم ساهلين كيحتاجوش بزاف ديال التعقيدات. وندوز نفصل القب ديالي، غنخلي التوب هكا كما شفتوا. هنا راه فصلنا الكمام، هاد البلاصه هادي راه فصلنا منها الكمام، كانت هكا مطويه. غادي نحلوها دابا وغادي نفصلو هنا القب ديالي فهاد البلاصه هادي اللي بقات لي هنايا. حط الدوره ديال القب ديالي غندير فيها 40. هذا القب كيجي ستوندار، كيجي زوين في اللبسه ديالو، كيجي هو هذاك ما كبيرش وما صغيورش، كيجي هو هذاك في اللبسه. وغادي ندير هنايا 24، ها هي جاياني هنا. غادي نطلع من هنا 9، هنايا العرض ديال القب غندير فيها 30. واصل هاد النقطة هادي لهنايا، هاد النقطة اللي طلعت هنايا ب9. هنايا غادي ندير واحد 14 ديال السنتيم ديال داك الباندا اللي كنخليوه هنا زايده، واش كنفينيو بها الجلابه من الداخل من داك الفتحه ديال العنق ديالي اللي كتجي مقلوبه. هذا 14 سنتيم هي اللي كتفينيها لي من الداخل، كيكون فيها واحد 4 سنتيم ديال العرض، كتجي على هذا الشكل. هنايا غنجي لهاد المسافه اللي عندي هنايا وغادي نقسمها هكا على جوج، وهاد المسافة هادي تاهي غنتقسم على جوج، وهادي غتقسم على جوج. كنجي لهنايا كندخل سنتيم هنا، وهنا كنخرج سنتيم، صافي. كناخذ واحد الخط هكا كندوزو على هاد السنتيم اللي خرجت به هنا، ونجيبو لهنايا هكا نصيلو هنا، ونصيل عاود هنا، وندورو هكايا لهنا اللي خرج لي التالي لهنا لهاد البلاصة هكا غير بيدينا، صافي. هذا هو القب ديالي. هاد الطريقة د القب ساهلة. هذا هو القب ديالي، كيجي على هذا الشكل. وهذه الجلابه ديالي، ان شاء الله نشارك معكم داك الساعه الزويقه اللي غندير فيها الزواقه ديال التنبات ولا الطرس، دابا نشاركها معكم ونزيد نشارك معكم ان شاء الله الفصاله ديال جلابات وحدين اخرين. الا غندير شي جلابه عاديه غنشاركها حتى هي معكم، نديرها بلا كتف طايحين، نديرها عاديه غنشارك معكم عاود الفصاله ديالها. وما تنساوش تخليو لنا تعليقاتكم الزوينه والتشجيعات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، وتخليو لنا جيم باش تشجعونا ان شاء الله. وبكم ان شاء الله غنزيدو للقدام. السلام عليكم ورحمه الله.